إذا كلمة سلبية أو إيجابية أثرت فيكم سلباً أو إيجاباً بنقرأ خمس رسائل شاركونا في الهاشتاج. أبو ملحي عساك تقول كلمتك أنت اللي. إيه بتكلم آخر واحد فيكم. إيه ما شاء الله شو عشان يقدر أقول كلمة. إيه عادي قل لي يا سيف. هذا موضوع قديم مني كنت صغير والله بس لحين ما نسيتها سخت ببالي من قالها الرجال صارت ببالي. كلمة سلبية ولا إيجابية؟ لا سلبية. كان عندنا عز الله يرحم بندر اخوي كان اخوي متوفى الله يرحمه ويغفر له ويجعل عظامه في الجنه اللهم امين. عقب ثلاث ايام طالع انا عشان بستانس ابغى اغير جو ثلاث ايام ديال الرابع يوم لا بلعز الزبده تصير بيني انا وياه يعني نقاش قوي. انتم من انا والشخص هذا هو اخوي يعني مو هذاك الاخوه عارفه كانوا عندنا ناس موجودين معنا الزبده ما ايش قال وانا ارد عليه برد قوي هو يرد علي برد والله انا لحين مدري ليه رسخ ببالي وش قال؟ قال طيب ابو ملهي لا ده ما برد قال رح لا خلي العزاء عزوين اسمعني قال رح لا خلي العزاء عزوين من قال الكلمه ما هو برد ارجاء ما نسيتها ببالي تدري بندر اخوي من متى ميت الله يرحمه الله يرحمه شوي يمكن صار 13 سنه مدري 14 سنه 22 من قالها والله العظيم اني ناسي الشخص انت بردان الحين اي والله بردان بس هذا اقوى شيء جد صح انت تدري ان بعض الكلام الدنيا بخير سبحان الله يعني بعيدا عن النقد وبعيدا عن الاعلام بعيدا عن كل شيء يعني حتى